اسمحوا لي أعزائي المشاهدين أن أرحب في اللي نورمينا دائما بتجمعنا فيه وبتجمعنا مع بعض. اسمحوا لي أعزائي المشاهدين أن أرحب كثيرا في صاحب فكرة انطلاق قناة نورمينا، الأستاذ المخرج الكبير الأستاذ هشام غيث. مساء الخير يا هشام. مساء الخير يا أستاذ محمد. نورمينا جمعتينا. أنا بشكر الدكتور عطوف الدكتور أحمد القباب طبعا يعني إنه ما كنا وياك هون قاعدين يعني. طيب كيف حالك؟ المهم الله يعطيك العافية، كان يوم طويل جدا من الساعة 11 وإلك من الساعة 7:30. جهد كبير، يعطيك العافية. يعني اسمح لي قبل ما نفوت في البرنامج يعني إنه نستعرض الذكريات شوي، إنه كيف إجت فكرة هالقناة؟ وما رأيك بهذه الخطوات وخصوصا في دورة البرامج اللي راح تنطلق بقوة إن شاء الله بالساحة الإعلامية الأردنية؟ يعني نورمينا أول قناة أردنية أنت عارف انطلقت ب 29/9/2004. ويعني بتحكي عمر القناة تقريبا 10 سنوات. 10 سنوات بالعلم فضائي كثير. الخاص كثير. نورمينا يعني حالة أثبتت وجودها من 10 سنوات طبعا. يعني أتوقع أنه حاليا يعني البرامج اللي شفتها اليوم يعني بتعني أنه إن شاء الله تكون انطلاقة جيدة، وإن شاء الله ربنا يوفقك طبعا أكيد. أنا لما أشوف واحد متخصص بشغله رغم أني بجوز أختلف معك بس بتفائل، لأنه أهم شيء التخصص. تخصص يعني أنت عندك طاقة تحمل كبيرة، وهذا شيء يعني أنا بعرفها كويس، مش زيك أنا ممكن أفل يعني أنا بس، ولكن الله يعطيك العافية. بتوقع الأمور تكون بالطريق الصحيح حقيقة يا أستاذ محمد. يعني بالمناسبة أستاذ هشام أغشش السادة المشاهدين أنه يعني إحنا الموقع اللي انطلقنا من خلاله ببث مباشر من شهر رمضان اللي كنا نشوف برنامجك الجميل من خلاله، وهذا الفيو الخلاب اللي بياخد العقل لعمان ولحواري عمان وشواري عمان وسط البلد، هذه النقطة اللي دائما بتجمعنا زي ما نورمينا بتجمعنا. بحب بس أخشش السادة يعني المشاهدين ان انا دائما بكولس انا وياك في وسط البلد حتى نحط مجموعة من الافكار الاشياء اللي عن جد يعني دائما بنبحث عن التميز، وانت يعني داعم هذا التميز بالنسبة لي اذا أكيد. كان هناك تميز في اي مرة. اكيد اكيد. فهاي الحالة هاي الحالة اللي بتجمعنا واللي دائما يعني بتسبب لك عشق وإلهام لتعطي أفكار خلابة. يعني واضح إنه أنت كشفت سري، إنه أنا أحيانا بحب أفكر وأطلع أفكار في أماكن محددة. بدي أضيف على كلامك إنه في ثلاث شغلات أنا بعتز فيهم حقيقة يعني. أوكي، أول شيء كلية الخوارزمي يعني. نعم، هاي الكلية اللي بنوجه لها كل التحية وال نعم. وتاني يعني بحكي بالنسبة يعني للتاريخ يعني احنا بال87 قدرنا نعمل شيء انه يعني نساهم في تأسيس تخصص انتاج واخراج تلفزيوني وهلا فنون التلفزيون. النقطة يعني اسمح لي بس انا احكي بهذه الخصلة انه يعني كان القسم في كلية الخوارزمي بضم 11 شخص اللي هي الدورة الاولى سنة الـ 85 87، وكان هذول 11 شخص من ضمنهم أخونا هشام غيث اللي إجا من إيطاليا ليكمل دراسته بعمان وما قدر يرجع يكمل الدراسة في إيطاليا نتيجة للظروف اللي كانت يعني بدناش نقول أحكام. يلا نبشك صفحة تفضل. والخطوة الثانية اللي كتير مهمة كانت هي نورمينا. نعم. أوكي. والخطوة الثالثة إنه من وسط البلد قدرنا نعمل زي استوديو يعني بلشنا فيه برمضان في برنامج برغم الظروف الصعبة اللي عشناها طبعا أنا ومحمد عوض. نعم، من وجه تحية برضو أكيد باشمهندس محمد عوض اللي كان على عاتقه دور كبير في إظهار البرامج من موقع وسط البلد مباشر. وكمان يعني هو صح برنامج كان بسيط بس بصراحة يعني الفكرة يعني عشقنا المكان اللي يعني أي واحد استضفناه في الموقع كان كتير معجب بالمكان. إن شاء الله راح نطوره طبعا إن شاء الله معا سويا إن شاء الله إذا الأمور بتظهر.
هلا انا بدي اسالك هذا المكان وهذا العشق خلق عندك فكره مبدعه، فكره جديده اللي هي اسمها ريسايكل. وان شاء الله انتوا هذه في المستقبل القريب قريب جدا ستبلور هذه الفكره كبرنامج تلفزيوني على قناة نورمينا. كيف اجتك الفكرة وما هي؟ طيب الفكرة الموقع اللي بقعد فيه أحيانا، بنزل بروح بقعد فيه بسرح فيه، هو المكان بولد لي أفكار. نعم. أنت عارف محمد بزمانان في نورمينا كان عندنا إشي اسمه البيئة، كنا كنا إحنا طرحين قناة نهتم في البيئة، نهتم في البيئة بشكل أو بآخر. وانت عارف انه من 96 وانا يعني بتعجبني مش مختص، بتعجبني الامور، اطلع نصور يعني يمكن انت اكثر من مره طلعت معي. كنا نصور النباتات والطبيعه بالاردن. وانا استمريت يعني رغم انه انا يعني وشاركت في مهرجانات عن الامور هاي. انا بالواقع فكره فيلم البرنامج ريسايكل فكرته شفت برنامج تلفزيوني على قناة أردنية. الفقرة الصغيرة اللي كانت في الغور. راحوا صوروا لسيدة فاضلة بالغور. هاي السيدة في بيتها مش عم تستفيد من كل شيء. يعني عم تغسل الخضرة، المية بتروح على الشجر. يعني عم تعمل ريسيركوليشن لكل شيء. على مستوى الخبز الزايد عم طعمين للحلال اللي عندها. نعم. عجبتني الفكرة، يعني عجبتني السيدة كيف بتشتغل بالطريقة هاي. فكرت قلت طب إذا بنسوي برنامج بهالطريقة هاي، يعني ناخد الشباب ناخد قطاعات من الناس وخليهم يعيشوا التجربة هم. نعم. بس قلت من نوديهم على الغور يعني مشكلة، بتعرف إمكانيات إنتاجية. نعم. وشغلة زي هيك كفكرة طبعا. نعم. بعدين فكرت إنه ممكن نعمل مكان نحط يعني نحط فرضا مكان محدد ونطلب مسابقة نعمل بين فريقين، فريق ألف فريق باء. كيف بتصرفوا؟ نعطيهم كمية مي محددة، نعطيهم كمية أكل محددة، نشوف شو ممكن كيف يتصرفوا. الفكرة هي فكرة توفير أصلا. بعدين يعني إلي فترة أنا مختفي عمالي بدرس في الموضوع، اكتشفت بالعالم من 40 سنة عم بيبنوا بيوت هاي من الريسايكل كلياتها. انا شفت شغلات كثيرة ادهشت، يعني حتى انا جبت لك شوي اذا شباب ورجوك شوي يا ريت بالجاليري يفرجونا مقاطع فيديو ونحكي عليها وتوضح الفكرة اللي عم بحكي فيها استاذ هشام. فاكتشفت انه عم بيبنوا بيوت جميلة جدا مكونة من الاطارات. ايوه موجودة معك. يعني هذا مكونة من الاطارات، مكونة من علب البلاستيك، علب الغازيات. اوكي هاي الاطارات كمان زيرو طاقة، يعني عم ياخذوا طاقة من الشمس. نعم. وحتى المي كلها تروح سيركوليشن يعني. يعني اللي قدام شوي بتشوف كيف انه المي كيف بتحكموا فيها، يعني نسبة المي قليلة جدا اللي بتستهلك. عن ذلك البيوت كتير جميلة يعني. اوكي يعني بيوت يعني انا بسميها بيت احلام، يعني هذا يعني طلع كيف البيوت يعني حتى المي باخذوها من المطر. المطر. فالفكرة البرنامج انه احنا بدنا نبني نموذج بيتين، وهي المرحلة الأولى، ورح برنامجي طبعا هي الووتر عن الموتر. إذا بشوف كيف المي بتيجي من المطر، بتروح على جورة، بتروح تسقي الشجر. بعدين بتروح للحمام. أوكي بعد الحمام بتنزل على خزان، يعني راحت من الخزان بتروح على نباتات تانية. يعني لاحظ هون في أزايز مأزايز إلى آخره، في علب بيبسي إلى آخره، من هالأمور هاي طلع البيت هذا بأكبر وأحلاه. وهذا يعني من أشياء طبيعية، هذا تقريبا 70% من أشياء طبيعية، بصفي الأزاز والخشب، يعني شغلة بسيطة. طب نرجع كيف بده يصير البرنامج، يعني كيف التنافس بده يصير؟ هل هو برنامج له علاقة بالتنافس والتعايش؟ أكيد. هلأ ريال تي في هلأ أكيد فكرة البرنامج محمد رح نبلش من البداية. أنا أعطيك حلقة أسبوعية مدتها ساعة. رح تعرف شو بصير معاي بالضبط. رح مين اللي رح يتبرع يشتغلوا معاي. كيف رح نحكي مع الأمانة فرضا. أو مع وزارة الطاقة، أو مع وزارة البيئة، أو مع وزارة الزراعة. كيف رح يكون لنا؟ رح نطرح فكرة، احنا بدنا نبني نموذجين من هالبيوت هدول. في مكان ما طبعا. مش عارف وين، حسب الإمكانيات. بعدين بدنا نشوف قديش ممكن
ناس يشاركونا سواء طلاب جامعات او شركات يعني يساعدونا كفولنتيرز كمتطوعين. بدنا نبني هذا البيت كنموذج صغير يعني في بيت اذا برجونا اياه الشباب نموذج يعني. بعد هيك هذا طبعا رحنا على الموضوع هذا البيت اللي طبعا بيت بنوه في هايتي بعد ما صار في هزة أرضية راحوا بنوا بيت للناس اللي تضرروا طبعا كنموذج. هذا البيت في هايتي تقريبا كلف حوالي $4,000 هذا البيت يعني لاحظ انه بنوه من بتحمل الصدمات بكل شيء بس بنوه من الـ من الـ من الربش اللي موجود في المدينه يعني. ولا هاي الفيضانات اللي في السودان لو تتبع هذا النموذج هذا له كثير مشاكل. محمد هذا النموذج اللي بنحاول نبنيه طبعا هو مجسم بغرفه واحده. نعم. لاحظ الاطارات كيف ملفوفه. نعم. الاطار الزهري هو عازل عشان يعني يعزل الحراره والبروده. نعم. الامور هاي طلع كيف بكون الارض. نعم. هذا خزان المي بيعبوا فيه من المطر طبعا خزان اذا في انبوب شافوا للتهويه موجود. نعم. هناك هينا عم نلف بنشوف هذا غطاء موجود يعني بطريقه بسيطه اسمنت بلاحظ كيف. نعم. هذا بنعمل له قبه كمان هلا في قبتين او ثلاث قبب. نعم. راح نعملهم بشكل طبعا حديد بتكون هاي معموله بعدين اللي تعزل يعني لاحظ كيف الصورة. نعم. عاملين شبكة الحديد بعدين احنا الصورة يمكن الشكل يعني هلأ كيف بورجيك الحديد كيف محطوط السور هذا عشان يمسكوا. نعم. الشبكة القبة نمشي كمان شوي يعني انا شايف الصورة نحكي أستاذ الشام يعني واحنا بنشوف لاحظ كيف هون الإطارات ولاحظ فيه الأناني. نعم. الموجودة كيف هلأ هون هذا الحاجز الاول طبعا. نعم. في حاجز ثاني على اساس في للبفرنج للتفريغ على اساس يعني الحراره من الحراره. نعم. لاحظ كيف صار هيك اوكي. نعم. بالطريقه هاي تفضل محمد انا بدي احكي يعني هاي التجربه وهكذا. نعم. نوع من البرامج. نعم. يعني بحسها هذه اول مره راح تتم مش على مستوى الاردن حتى على مستوى القنوات في الشرق الاوسط العربي يعني يعني خلينا نحكي شغله انه هذا النموذج البناء من 40 سنه له موجود في امريكا بره. طبعا بامريكا اوكي انتشر ل 17 دوله عالميه طبعا. نعم. منها اليابان ومنها اسبانيا. نعم. والمكسيك كمان الى اخره. نعم. بصراحه انا الموضوع مرعبني جدا. نعم. يعني مرعبني بطريقه عجيبه غريبه ليش لانه تعال انت هلا بدك تحكي انت عن برنامج ريسايكل الناس حاليا بتفكر يعني بعيش بتفكر بصعوبات الحياة بتفكر في مشاكل أخرى بتفكر في المدارس هذا بحل بتفكر مثلا بحل فكرة البيوت هاي إنها بتوفر. نعم. بتوفر يعني بتوفر على الإنسان بالأول يعني أنت. نعم. لما بتدفع فرضا بالسنة بحدود $100 يعني بدل كهرباء أو بدل بطاريات بحكي أنه بأمريكا. آه. يعني بيت كبير بدفع $100 يعني. آه. ممكن يغير فيه البطاريات. آه. بعتمد على الطاقة الشمسية. نعم. طيب إيش كتير كويس المي. نعم. لما أنا يعني لما أنا بدي أستخدم المي والمي هاي تروح لاستخدامات كتيرة أوكي كتير كويس. الأهم شيء أنه الإنسان إذا اشتغل ووفر واشتغل بطريقة لطيفة جدا بحس انه انجز. نعم. بحس انه ايجابي فبالتالي يعني اعتقد انه المشروع يعني ممكن يدخل يعني دماغ اي حدا بصراحة يعني.